كبرتنا هاي المي. يلا بابا اشرب مي. اشرب بابا هاي. بابا اهدي اشرب. تركي لو سمحت بابا. يلا بابا كل شيء تمام كل شيء تمام. شو بك بابا؟ يلا اشرب بابا. يلا اشرب شوي هلا بترتاح. اشرب مي لحتى تروح بابا. يلا اتول بابا. يلا انا خايفه كثير. احكي لك شي كلمه رد علينا. اه بابا اشرب شوية مي لو سمحت. اشرب لتهدى. بابا اعتبره كابوس وراح وخلصنا منه. انت المسؤول عن كل هالشي. انا المسؤول؟ ايه. الأسلحة التقوا ببيتك. أنا ما عم بقدر صدق هذا الشيء. لك نحن ناس كتير بسيطين. بسببك أنت حياة كل أهل هالبيت تعرضت للخطر. أنت بتروح تلاحقهم وهنن بلاحقوك بيجوا لهون. هن ما أجوا مشان ملهر يا كبيرة. إذا كانوا ناويين يأذوا لملهر ما هنن بحاجة يستخدموا أسلحة لكل هالشيء. أكيد كانوا ناويين يعملوا حادث كتير كبير لهون وبس. مين عطاك الحق أنه تتدخل بالعيلة وتعطي رأيك باللي صار؟ أه؟ بتمنى تعرفي يا كبيرة أنه بقدر اعتقلك وأخذك على السجن فوراً بعد هالحكي هاد. شو؟ هي كيف؟ يعني صوت الأسلحة خلوك تفقد عليك على الآخر ملهر؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ فيك تقولي لكان مين هن اللي سمح لهم يحطوا كل هاي الاكياس بالبناء الخارجي؟ انا ولا انت؟ شبك ما عندك جواب؟ وبناء على هذا الشك فيني اخذك فورا على مركز الشرطه وخليكي محجوزه لحتى يخلص التحقيق كله. شو؟ إذا شايف حالك ضابط شرطة مشهور مو معناته أنه فيك تهددني. دير بالك أوعك تفكر أني بخاف منك لأنك ضابط شرطة. أنا ما بخاف. شو؟ مو صح كلامي؟ لا تلومي ملهر يا كبيرة. ملهر مانو غلطان بهالشي. هو ما غلط ابدا. انا هلا عايش بيناتكم لانه هو انقذ لي حياتي. لو كان ملهر بده ينتقم ما كان خاطر بحياته لحتى ينقذني. اتول انت هو ليش لحتى ينقذني؟ ملهر أنا ما بعرف كيف بدي أرد لك هالمعروف. بتشكرك عمي أتول. أنت أكبر مني. رجاء لا تحكي هيك. هذا واجبي عمي. بدي تسامحني. بعتذر. سيدي نحن عم نحمل الأسلحة بالشاحنة هلأ سيدي، بس بدنا توقيعك على المحضر سيدي. عن إذنكم يلا.